بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله يحييكم إن شاء الله ويحيي الجميع، وأشكر شركة المحيط. صراحة أنا حجزت عن طريقكم، وأنا معكم سعيد بن محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية ومن سكان مدينة أبها، وتم الحجز والاتفاق مع شركة المحيط، وأشكرهم الأمانة على مصداقيتهم وعلى تعاملهم كتعامل وتنسيق واحترام كل ما تعنيه هالكلمة. أنا اتفقت معهم عن طريق الحجوزات عن طريق مكتبهم، وتم حجز الفنادق والطيران الداخلي والجولات السياحية الداخلية بالنسبة لماليزيا. والأمانة استقبلوني في المطار بالوقت، ولا يكون هناك أي تأخير. طبعا السواق الأول يكون ماليزي وما يتكلم اللغة العربية إلا بالقليل، واليوم الثاني جاني الساعة بالوقت بعد ما وصلنا من الفندق، وكان الفندق من أجمل الفنادق المحجوزة طبعا بسنغورة هو سنغور و سنغور سنغور اي في سنغور. نعم سنغور، الله يعطيكم العافية. كيف كانت بشكل عام تعامل السائقين معكم ونوعية السيارات؟ يعني بالنسبة للسيارة، السيارة ما يعلى عليها، سيارة كافية ومن الطراز الجديد، والسائق في البداية قلت لك ما يتكلم اللغة العربية بطلاقة، بس انه قال لي انا بس شغلي من المطار الى الفندق. نعم توصيل الله، وتواصلت مع المسؤول المواصلات في شركة المحيط، وعدني اليوم الثاني، وجاني سواق الوقت الساعة 9:30 صباحا، سواق يتكلم لغة عربية، والجولات كانت على ما 8 ساعات يوميا كانت كافية. نوعية الفنادق كيف كانت؟ 5 نجوم. حلوة يعني؟ حلوة وراقية وفيها فطور على مستوى. بالنسبة للفندق اللي في بينينغ، مكان الفطور عندهم ووجبة الفطار ما هي نفس الفنادق الباقية اللي في لنكاوي وكولومبور، كانت أقل يعني مستوى، أقل مستوى. أقل مستوى. أما الفندق كويس. ما هي الصعوبات التي واجهتك في هذا الرحلة؟ ما في هناك إن شاء الله أي صعوبات، بالعكس في مصداقية وفيه، بس أنا أخطيت في حاجة إني أنا ما قريت البرنامج كامل. يعني تراسلت أنا والمسؤول تنسيق البرنامج بس بالرسائل، وارسل لي البرنامج، قلت خلاص اوكي. انا ما شفت عدد الجولات، تفاجات اني في لنكاوي، يعني اخذنا الجوله اليوم الاول، جاء اليوم الثاني اتفاجئ، ما رجعني رساله السائق اللي بيكون اليوم الثاني. ما مش معك جوله اليوم الثاني؟ عاد كلمت المسؤول، قال انت ما عندك الا جوله واحده، والسبب اني ما قريت البرنامج ولا ركزت فيه. فانصح اللي بيحجز بعدين مع شركه المحيط، طبعا هي شركه يعني الحقيقه ما اقدر، كل شيء عندهم تمام. الله من ان الواحد انه يتاكد من برنامج او القراءه في البدايه، عدد اي جولات وعدد كل اللي يبيه. افضل مكان زرته في ماليزيا فين؟ الامانه بينينغ ولنكاو. وافضل سائق صادفته في الرحله؟ صادفنا والله الاخ كمال. كمال هنا في كولومبور. كمال. وفي لنكاوي بعد جيد. كلمة أخيرة. أشكركم من القلب والله، وأنصح اللي بيسافر ولا سواء ماليزيا أو غير ماليزيا، شركة المحيط لا يعلى عليها. الله يعافيك. وأنا من زباينكم، وإن شاء الله إني معكم على طول. اليوم المرة هذه لوحدي، مرة ثانية إن شاء الله أنا وأهلي. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله تعاودها مرة أخرى. إن شاء الله، الله يسعدكم إن شاء الله. لدينا فروع في أندونيسيا وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند، وهنا المركز الرئيسي في ماليزيا. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.